السلام عليكم. وين اخوات المتتبعين ديالنا والمتتبعات، مرحبا بكم معنا من سوق الجمعه ديال قيصر. اليوم 4/2/2022، غادي نبداو مع هاد المعجات هادو. تبارك الله ما شاء الله. كدير انت السداسية الجامع هادي ولا هذا كبير؟ لا الثمن باش ديتو ولا بغيت تبيعها؟ لا خدناها بجوجات ب94. هي والاخرى اللي هاز راسها 94، 4700. وهذوك ثلاثة الاخرينات اللي ملتي؟ جوجات خديتي ب 74 وحده ما عرفتش الثمن ديالها 3700 درهم. تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك. اللهم بارك الخمس. والله يسهل على مولانا اخوان، ومرحبا بكم مع افغاني وحييكم، نتمنى لكم الخير. الله يعطينا الخير، الله يعطينا الشاء ان شاء الله اخوان، ربي يرحم فينا باذن الله عز وجل. تحياتي لكم كبيره من مسوق قيصر، المغاربه كاملين قاطبه من طنجه للقوير. الله يدير شي تاويل الخير لهذاك الطيف المسكين اللي مازال في البير 3 ايام دابا، الله يشوف من حال. هذا هو اخوان قضيه راه ماشي ساهله، 3 ايام. نتمنى ان شاء الله يكون بخير وعلى خير، نتمنى الخير ان شاء الله. الله يرحمنا اخوان، تبارك الله عليك. تبعوا معنا الفيديو مازال ما يتشاف ان شاء الله، اللهم يسر. شحال باش مشى؟ 1650. صغيرة في السن؟ 140. رفعت ديالنا مرقدة من هنا من قيصر. كل راجل كل راجل سير حي سير حي. هذا مليحة 42 بشي 33000 الخوت. الله يبارك الله يبارك. الله الله زين زين زين. الله يسخن. واحد وثلاثين ألف سبعت. واحد قال لي 33. لا 31 وقيلا. والعربي شحال كنت باعت؟ 32. 32. وانا قرات 100. قال لي كساب باع كساب. كساب باع كساب، ويا الماكلة غالية اخويا راه. وكساب اللي غيدي خصو يتسلى، راه ما تسلاش راه غالية اخويا. انا خويا راه 3000 28 ليرة. والله اثمنه واعره غالي يا خويا. والله يسخر الله يسخر مولاه، الله يجيب لي التيس. شحال بالصيف؟ شحال بالصيف؟ 66. قلت لي قضيه ناقصه. اثمنه واعره كما بقى لا السوق لا غدي دواء. ايوا كاين شي فرق بزاف. 66 كيدير السن صغارات؟ صغارات. اخرى ولد خروف. واحدة خروف وحدة دافعة. واحدة خروف وحدة دافعة. قضية ناشفة. قضية شوية ناقصة. الله يسهل عليك، الله يسهل عليك المرضي. واخا راك رجعتي راسك من مراكش انا عارفك رحماني. تحية الناس رحامنا صاحبي سعيد، تحية للجميع. خاصة الفلك الزرق شريف صافي غلمات لينا، ما عندنا ما نديرو بها والو. لا صعيبة. الله يسخر. صور مع السي عبد الغني. غادي نشد عليك اخويا نسالم على الدرب. كبير السن واش والدين صح؟ سداسيات خروف وحولية وحدة دافعة. سداسيات خروف وحولية وحدة دافعة. غتعطينا شنو ثابت فيهم ولا اللي باغي؟ 90 90 اللي عاطي. 90. تسعين 4500 درهم. وسطانية يلي دارها خرينات والدات. تبارك الله ما شاء الله، الله يسهل على مولاي. أول مرة غادي ناخذ من عندي وقيلة، أول مرة
عطينا المعلومات 5 النعجات كلهم هذوك الجات مولات خربان بحدهم فين هما مولات خربان؟ مولي ملهي ايه زيد كي داير نستنى جامعات مولات خربان غتعطينا الثمن اللي عاطينك اللي ثابت فيهم اللي ثابت فيهم 32 الف الوحده 64 الف اللي عطونا فيهم عطوك 64 راه ولادهم هما الوسطانيين هما هذوك اللي حداهم راه هما باينين وتنعجات تبارك الله ما شاء الله مازالين زينت هادو الجاج ولدت حوليات عطونا فيهم 42 بيناتهم وحده يلاه جايبه الطرافيات وحده جامع ايوا وحده جايبه الطرافيات الجامع عطينا 21 في الوحده هذيك الشجره اللي ملي عطونا فيها 38 ولده زوج ولده خروف وحوليه خروف وحوليه وسنا سنا على جايبه الطرافيات جايبه الطرافيات وكده السوق اليوم ياك زين الشاري قليل ياك زين كيفوت اللهم امين امين والله يسهل عليك اخويا الله يسهلك تبيع من بالربح ان شاء الله والله يسخر الجيم خوت الله يسخر قولي يا سطا 17 واخدنا نفس 17 مجموع ديال العام كل وين دام سطا فيها 3 دافعات شي الاخر الخروف اكثر من الخروف اخر خونا مصطفى اش عاطينكم دابا؟ عاطينا شي يلاه خدناه يلاه خدناه يلاه خدناه مليح والخرا خدناه بالرحمه مليح والقضيه دايفه ياك دايفه الصغرى كاين 40 على اول راك انت اللي داير حمر لي راه عاد رجعنا ندير الرشاش ايوا فين هما الرشاش ايوا راه نحندك انا ربي راه فين كنت تبارك الله الله يسخر الله يسخر قاسمات ليه فلان 850 درهم واش كنتي معنا ملي خدام سول شد شد والله يسخر مالي انا جبنا نتيسير الخوت هي بلا طويله عاد شنو زادك نضرب واحد عانا ولا عيسى عمر قلت لي انا خويا الله يحفظك وسنا كي داير السنا عمر كذا خويا بني بني عمير من بني عمير بني عمير كلها والده ولا كلها والده كلها والده اصلا من بعد راه ما تيبغيش ياه الثمن قول لي الثمن خل 1500 درهم اللي عاطينو قال لك الوالد ديالو ما تيبغيش التصوير اخوان ما نغش مشاكل نديرو من الدري الله يسخر مولاهم الله يسهل عليهم شريفت الواحد الله يسخر تبارك انا جا اخوان والد اخروف شاك دير في السنه تباعيه خروفه زوين حتى هي زوينه الثمن اللي عاطينا الثمن اللي عاطينا 46 2300 خروف ألفين و 300 درهم 56 والله يسخر مولاي الله يجيب لي التيسير 46 واش حاجه بالعرب ولا هو القرا تاعي ولد خروف هذا خروف اييه
كديرة السنة؟ باقا صغيرة على قولها جاب جموع جمعنا ثمن ثمن اخويا بغينا فيها 45 45 اييه 2000 و 250 درهم لي باقي فرطة هاي مناقصة مليحة لا خاصة الماكلة لا مليحة مليحة أصحابنا ما بغيناش نحاكم عمر انت كيداير كلشي مزيان الله يحفظك عمر عمر ولد دريس دخل عندي المحل ولد دريس شي الكسيبة قول لي عاودك على الكسيبة ولد دريس السلطان لك حل غادي لنا ديديكاس المشاهدين مرحبا خويا مرحبا الله يحفظك تحياتي للجميع الله يحفظك خونا عمر مرحبا بك وتبارك الله عليك الله يسخر اخويا عمر سوقلي على الكسيبه سوقلي على الكسيبه لا لا انا نهضر معاك سوقلي دخل عندي شاف بهيم لا راه كاين الفيديوهات العربيين من على وجهه